الحلقة 23 من شرح جزء عامة، والحلقة الثانية في تفسير سورة المطففين. العقوبة الرابعة للمطفف أنه يرى المؤمنين داخل الجنة مع ثلاث نعم مقابل النقم الثلاثة التي أصيب بها. فمقابل الحجب الذي حجب عن الله تعالى، فالمؤمن إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون إلى الله تعالى، وينظرون إلى ما آتاهم الله من النعيم. ومقابل الحرق الوجوه السعيدة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني إذا رأيتهم ترى نظرة النعيم، أي صفة الطرافة والسرور والرياسة. وهم قاعدين بيعملوا حاجتين، أول حاجة يسقون من رحيق مختوم، بيشربوا من خمر من الجنة مختوم. يعني إيه مختوم؟ يعني آخر شرابه يكون مسك، تلاقي ريحة المسك طالعة منه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي مثل هذا النعيم السابق فليستبق إليهم المتسابقون. لمثل، قال الله تعالى، لمثل هذا فليعمل العاملون. طيب، أما المنافسة المنهي عنها شرعا، من ينافسك في الدنيا فادفعها في نحري. الحاجة الثانية، مزاجه من تسنيم، أي هذا الرحيق المختوم بالمسك يخلط به ماء من عين تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، وهي عين يشرب بها المقربون صرفا من غير مخلوط، ويشربه سائر المؤمنين مخلوطا بالخمر. إن الذين أجرموا، دي بقى النعيم الثالث مقابل اللوم، إن المؤمن هو اللي بيضحك على المطففين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يهزؤون بالمؤمنين ويحتقرونهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يشيرون إليه بالجفن والحاجب سخرية واستهزاء. طيب، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا عاد هؤلاء الكفار والعصاة إلى بيوتهم بعد أعمالهم هذه التي عملوها للمؤمنين، عادوا وهم منعمين في الدنيا، ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، بل اشتغلوا بالمؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء المؤمنين لتائهون عن الحق، لأنهم ليسوا على ديننا. وبكده عرفوا المؤمنين أنهم كانوا بيضحقوا وبيتغمزوا عليهم. وما أرسلوا عليهم حافظين، ده تعقيب من الله تعالى على هؤلاء الكفار بأن الله لم يبعثهم رسلا ليسجلوا على المؤمنين أعمالهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم ونسوا عبادتهم، كما قال تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يعني بدل ما يحفظوا عبادتهم هم قعدوا يهتموا بالمؤمنين ونسوا الذكر الواجب عليهم. وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك السرر ينظرون إلى الله عز وجل وإلى ملكهم وإلى ما حل بالمجرمين من عذاب. هل ثوب الكفار، يقال المؤمنين تعظيما لهم على مسرتهم، هل جوزي المجرمون بهذا العذاب ما كانوا يفعلونه لكم في الدنيا؟ طيب، المستوى الثاني بقى، ما مكان نزول سورة المطففين؟ خلاف، والراجح انها نزلت في مكة بعد سورة العنكبوت، وهي اخر ما نزل بمكة، ثم نزلت مرة تانية بالمدينة. ايه ترتيبها؟ 83، عدد اياتها 36 اية، عدد كلماتها 109 كلمة، عدد حروفها 433 حرف. لماذا خالفنا ابن كثير وقلنا هي سورة مكية؟ لأن سياقها يؤيد أنها نزلت في مكة، فإنها من صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة، إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون، وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد، لأن ما كانش فيه منافق يجرؤ إن هو يستهزئ من مؤمن.
طب ليه قلنا انها نزلت بالمدينه مره ثانيه؟ عن ابن عباس قال: لما قدم النبي والمدينه وكانوا من اخبث الناس كيلا، فانزل الله ويل المطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. ويحتمل الا تكون نزلت ثانيه، حيث ان سبب النزول على اطلاق السلف لا يكون مقصورا على سبب النزول، فيقال نزلت في من يفعل كذا وكذا، بمعنى ان فيها الحكم للرجل ده. طيب، اول ايه فيها سؤال: ماذا افادت لفظه على الناس؟ يفيد الاستعلاء وقهرهم ولا يستبرئ لدينه وذمته، بياخد الفلوس عافيانه. طيب، كيف اعلن القران الحرب على المطففين؟ المطففين القران اتكلم عليهم في 6 صور، في سوره الانعام قل تعالوا واتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم فيها، ولو وفي سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة الإسراء اللي هي بني إسرائيل، وفي سورة الشورى، وفي سورة الحديد. طيب، لماذا استخدم القرآن كلمة أولئك؟ أي البعداء، وده تحقيرا لهم. طب في الآية 5 ليه قال يوم عظيم؟ لأن هو طويل، ويظلون حفاة عراة غلا. دي أول سبب. تاني حاجة لعطشي. تالت حاجة لجوعي، عن أبي هريرة: في يوم كان مقدره 50,000 سنة. وبعدين إن الشمس دلوقتي على بعد 93 مليون ميل، تخيل لما تكون بقى فوقنا. لحرارته وعرقه، عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يوم يقوم الناس رب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وإذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، فتنصهرهم الشمس، فيكونون في العرق قدر أعمالهم. ثالث حاجة للحساب أمام الملك، ومن خسر فيه فقد أدخل نارا حامية. ده كلها أسباب تسمية اليوم العظيم. طب الآية 7: لماذا لم نرجح قول سعيد بن جبير ان سجين حد ابليس في الارض السفلى؟ ولماذا لم نرجح قول مجاهد ان سجين صخرة في الارض السابعة يجعل كتاب الفجار تحتها؟ ولماذا لم نرجح قول عبد الله بن عمرو وابن قدادة ان سجين هو الارض السابعة السفلى؟ السبب لان القول الوحيد اللي عليه دليل هو القول اللي احنا قلناه، ان سجين مكان فيه يحفظ فيه في الارض السابعه. بس كل ده كلام معلوش ادله. طب ايه الدليل على التفسير بتاعنا؟ حديث براء بن عازب في حديث الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وحديث فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى فتطرح روحه طرحا. السبب الثاني لان الترجيح اللي احنا رجحناه ترجيح ابن عباس وكبار المفسرين ومجاهد والضحاك، وأجاب به كعب الأحبار عن سؤال ابن عباس له. السبب الثالث أن هذه أمور غيبية لا تثبت إلا بدليل. طب الآية 7 فيها سؤال: ما معنى الأرض السابعة؟ الأراضي 7، في 7 أراضي زي أرضنا كده، فهي بقى في الأرض رقم 7 اللي هي أقل أرض. قال الله تعالى: الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ولكل أرض خلق أو من غير خلق الله أعلم، بس احنا نعرف ان احنا أرضنا دي على خلق. طيب الآية رقم 10: لماذا لا نفسر بواد في جهنم؟ سجين ده ليه ما نفسرهوش بواد في الويل بواد في جهنم؟ لماذا نفسر ويل دوت بواد في جهنم؟ أولا لا دليل لغوي ولا شرعي، ولا يثبت يوم القيامة شيء إلا بدليل. طيب تاني حاجة، هناك سياقات لا يمكن أن ويل تعني دليل. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل بيقولوا يا وادي في جهنم من بعثنا من مرقدنا؟ وفي آية تانية قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هل بيقولوا يا وادي في جهنم إنا كنا ظالمين؟ وفي آية تانية ويل للذي يحدث فيكذب الناس ليضحك به القوم، ويل له ويل له. هل معنى جهنم له جهنم له؟
تاني حاجة السؤال الآية رقم 14 فيها سؤال: ما الدليل من السنة على أن المعاصي تجلب الران؟ حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. بل ران قال كيف تقرأ بل ران؟ قال جعفر: وأجمعوا على إضغام اللام في الراء إلا ما كان من سكتة حفص بل ران، لكن كل قراء يقولوا بل ران. دي صح ودي صح. ما الفرق بين الرين والغيم والغين؟ الرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. طيب